بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى في مقررنا حياة 4 حياة 318 للمرحلة الثانوية الصف الثالث الثانوي المسار العلمي مجموعة العلوم والرياضيات. اليوم إن شاء الله راح نتابع موضوعنا في دراسة الأنماط الوراثية المعقدة، ويعرف هذا الموضوع بالأنماط الوراثية المعقدة لأن الصفات اللي يتناول دراستها لا ينطبق عليها قانون مندل الأول ولا الثاني. وبالأمس تناولنا هذه الصفات بعض منها مثل الوراثة أو السيادة الغير تامة والسيادة المشتركة. اليوم أيضا راح نشوف صفات وراثية أخرى تمثل من الأنماط الوراثية المعقدة، فلنتابع ونبدأ بهذا النشاط. بنلاحظ في الشكل الظاهر أمامنا مخطط. هذا المخطط أتوقع أعزائي الطلبة مر علينا في الصف التاسع الثالث إعدادي، لكن اليوم إن شاء الله وفي دروسنا القادمة راح نتناول دراسته بالتفصيل. هذا المخطط لو تأملناه بنلاحظ أن راح يظهر إلينا في هذا المخطط مجموعة من الكروموسومات. هذه الكروموسومات بتنتظم بهذا الشكل، كل اثنين مع بعض من الزوج الأول إلى الزوج رقم 22 ثم الزوج الأخير. فبالتالي هذا الشكل لو تأملناه بنلاحظ أنه بيطلق عليه، بالذات أني أشرت على الزوج الأخير، بيطلق عليه هذا المخطط بالمخطط الكروموسومي لأنه يهتم وبيركز على دراسة والكروموسومات بحيث يعمل على تنظيمها بشكل أفراد أو أزواج متماثلة. ومن ثم بنلاحظ الزوج الأخير قاعد يرتبه وفي هناك اختلاف في هذا الزوج، وهذا الزوج الأخير أحد الكروموسومات بياخذ شكل هذا الحرف والثاني بياخذ شكل هذا الحرف. فبالتالي بيظهر إلينا هذا المخطط الكروموسومي في الذكر، وفي هذا المخطط يمثل المخطط الكروموسومي في الإنسان. راح نتناول إن شاء الله في موضوعنا أنواع الكروموسومات اللي موجودة في خلايا جسم الإنسان، سواء كانت الجسدية أو الجنسية، وكيف تختلف هذه الكروموسومات. ومن ثم راح نركز إن شاء الله في موضوعنا أولاً على تمييز أنواع الكروموسومات، هذا أحد أهدافنا. أيضاً راح نركز بالتالي على وراثة الصفات المرتبطة بالجنس، وأيضاً راح بعد ذلك نتابع تطبيقات على وراثة الصفات المرتبطة بالجنس. أعزائي الطلبة إن شاء الله نستمتع في موضوعنا ونبدأ بأول هدف، أنواع الكروموسومات. خذينا بشكل فكرة عامة في المخطط الأول اللي عرضناه في النشاط، فمنشوف إن في الإنسان سواء كان الأنثى أو الذكر خلية بتكون عبارة عن جسدية أو سواء كانت خلية تناسلية، بيوجد فيها 46 كروموسوم أي 23 زوج، لكن هذه الأزواج بتكون مرتبة على شكل أزواج متماثلة، يعني الـ 22 زوج الأول يسمى بالكروموسومات الجسمية، الكروموسومات الجسمية. خلنا أوضحها، أكتبها مرة أخرى، كروموسومات الجسمية.
أيضا في الذكر الاثنين وعشرين زوج الأول، وعادة بتاخذ هذه الكروموسومات هذا الشكل بهاي الطريقة، بتكون أشكالها بهذا الشكل كأنها بتاخذ حرف شكل إكس. فالاثنين وعشرين زوج الأول بيكونون يسمونها بالكروموسومات الجسمية، بينما الزوج الأخير اللي هو رقم 23 الزوج الأخير سواء كان في الذكر أو الأنثى الزوج الأخير. هذا الزوج الأخير في الذكر بياخذ حرف شكل X Y، بينما في الأنثى بياخذ شكل حرف X وأيضا حرف X. فلذلك هذه الكروموسومات الزوج الأخير اللي بتمثل زوج رقم 23 يطلق عليها بالكروموسومات الجنسية سواء كان في الذكر أو الأنثى، يطلق عليها بالكروموسومات الجنسية. أعزائي الطلبة مرة أخرى لمزيد من التركيز أوضح لكم الفكرة، أنواع الكروموسومات مهم جدا أعزائي الطلبة نعرف أنواع الكروموسومات علشان نستطيع دراسة وتسهل علينا دراسة الصفات أو الأنماط الوراثية المعقدة الأخرى، منها وراثة الصفات المرتبطة بالجنس. فبالتالي لابد أن نميز في البداية أنواع الكروموسومات في الخلايا عندنا الحية. فبالتالي راح نشوف في هناك نوعين من الكروموسومات، سواء كانت هذه الخلايا أركز أو أرجع مرة أخرى جسدية أو تناسلية. الأساس الوراثي للإنسان 46 كروموسوم 2N أي 23 زوج. فبالتالي هذه الكروموسومات راح ترتب في الخلايا إن الـ 22 زوج الأول من رقم 1 إلى الزوج رقم 22 سواء كان في الأنثى أو في الذكر. هذه الكروموسومات سوف تأخذ شكل حرف X وبالتالي تسمى بالكروموسومات الجسمية. أكتبها مرة ثانية لتتضح، الجسمية. الجسمية. بينما الزوج الأخير رقم 23 في الأنثى ياخذ حرف شكل X و X، بينما في الذكر بياخذ الكروموسوم الأول شكل حرف X والثاني شكل حرف Y. هذا الزوج الأخير يسمى بالكروموسومات الجنسية. هذه الكروموسومات عزيز الطالب أبغيك تركز عليها في أشكالها وفي عددها في الإنسان سواء كان في الذكر أو الأنثى. لماذا؟ لأن الصفات والأمراض الأخرى اللي راح ندرسها راح ترتبط بهذه الكروموسومات. أهمها نبدأ الصفات المرتبطة بالجنس. ماذا نعني بالصفات المرتبطة بالجنس؟ الصفات المرتبطة بالجنس هي الصفات اللي بيكون جيناتها الوراثية محمولة، بتكون جيناتها الوراثية محمولة على كروموسوم X وليس كروموسوم Y. بتكون الجينات المسؤولة عنها محمولة على كروموسوم X وبالتالي تسمى بالصفات المرتبطة بالجنس أو الصفات المرتبطة بكروموسوم X. لماذا؟ أكرر عزيز الطالب، لأن مثل هذه الصفات مسؤول عنها جين، والجين عادة الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية محمولة على الكروموسومات. كيف محمولة على الكروموسومات؟ لأن الكروموسوم عزيز الطالب أذكرك في درس الأمس عبارة عن DNA ومواد بروتينية مرتبطة مع بعض بتكون لي هذا التركيب اللي يسمى بالكروموسوم، ومن ثم بيكون هناك هذا الكروموسوم X اللي هو يمثل لي الزوج الأخير في عندنا الخلايا سواء كانت الجنسية أو التناسلية. نشوف أن الزوج الأخير اللي هو عبارة عن كروموسوم X
بتكون موجود عليها هذا الجين، وبالتالي تسمى بالصفات المرتبطة بالجنس، موجودة على الزوج الأخير من الكروموسومات الجنسية وبالذات كروموسوم إكس. وبما أن الذكر كم كروموسوم إكس واحد عنده؟ الذكر عادة الزوج الأخير عبارة عن إكس وواي، بينما الأنثى خلني أوضح أيضا وبالشكل، الأنثى وهذا رمز الذكر، الأنثى عندها X و X بينما الذكر عنده X و Y، فبالتالي الأنثى راح يكون عندها جينين مال الصفة بينما الذكر عنده كروموسوم X واحدة، فبالتالي راح يحمل جين الصفة بيكون بصورة فردية. فبالتالي منلاحظ أن الذكور بما أن عندها X واحدة فبالتالي راح تتأثر بهذه الصفة، خاصة إذا كانت الصفة المسؤولة عنها في هناك جين متنحي يساعد في ظهور هذه الصفة أو في ظهور هذا المرض. فإذا امتلك الذكر جين متنحي واحد فيمكن يؤدي ذلك إلى ظهور هذه الصفة. نوضحها بالأمثلة علشان تسهل علينا الدراسة. فنبدأ إن شاء الله. مثلا عندنا وراثة صفة عمى اللونين الأحمر.